السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض مثال على تاني كويز اللي هيكون موجود عندك في تالت سيكشن بإذن الله. في الكويز ده هنطبق شوية الحاجات اللي احنا خدناها في الأمر سيركل، وهنطبق كمان شوية الأوامر اللي خدناها من الموديفاي تول بار، زي مثلا اوفست، زي كوبي، الكلام ده كله. والأمر سيركل طبعا بالحاجات اللي احنا خدناها كلها هنطبقها فيه. مبدئيا كده، واحنا في مسألة العمليات الهندسية اللي احنا كنا بنرسمها قبل كده كنا بنبدأ برسم السنتر لاين، صح كده؟ طيب، فأنا دلوقتي هجيب الأمر لاين، وبعدين هرسم خط كده عشوائي في أي مكان، تمام؟ طبعا مشغل قرص وقوس ناب ما تنساش، تمام. الخط ده بعد كده هبدأ ان انا اخد منه اوفست اللي هو موازيات بقى، عشان أبدأ ان انا ايه ارسم طبعا السنتر لاينز التانية زي ما كنا بنعمل بالظبط في مسألة العمليات الهندسية. طيب دلوقتي عشان اعمل موازي فعندي الامر اوفست، فهعمل او انتر، بعدين اشوف المسافه بقى اللي هي ما بين السنتر لاينز. فمثلا هنا كانت المسافه كام؟ اهو مكتوب قدامك ايه، 3. طيب فالتلاتة ديت انا هدخلها الاوفست، الامر اوفست، هقول 3 انتر، بعدين اجي الخط ده وبعدين انقله لفوق، صح؟ وبعدين بقى دلوقتي الخط اللي تحت برضو كان على بعد 3، فاجي اعمل له اوفست لتحت على بعد 3. طيب بالنسبه للسنتر لاين الرأسي، هبدأ ان انا اجيب الامر لاين، وبعدين ارسم خط عشوائي كده في اي مكان، وبعدين اعمل اوفست او انتر، وادخل المسافة 3 اللي هي اصلا كانت داخلة قبل كده، وبعدين اخد الخط بتاعي وانقله واخده تاني وانقله، تمام. طبعا بختار الخط بعمله سيلكشن واوديه في الجهة اللي انا عاوزها، سواء كانت يمين او شمال او فوق او تحت الخط اللي انا ايه اللي انا رسمه. طيب دلوقتي انا دلوقتي بقى عندي مجموعة من السنترز. السنترز دي المفروض ان انا هرسم فيها الدوائر بتاعتي. في كل سنتر انت هترسم الدوائر بتاعتك. دي الطريقة اللي هي بتاعت اوفست. في طريقة تانية انا بحب استخدمها افضل من اوفست بالنسبة لي. طب ايه هي الطريقة ديت؟ هطلع من الامر اوفست وهعمل سيلكشن للكلام ده وامسحه، خلاص. وبعدين هجيب الامر لاين وارسم خط كده، وبعدين اطلع واجيب الامر لاين تاني، دوست انتر رجعني للامر، هاجي من الميد بوينت واروح عامل خط لفوق كده شوية، وبعدين اروح جاي مده لتحت بالمنظر ده، تمام كده. انا عملت ايه؟ كده انا رسمت سنتر. طيب السنتر ده انا اقدر ان انا اجيب الامر كوبي من موديفاي تول بار، وبعدين اعمل لهم سيلكشن، وبعدين اقول له انتر، بعدين اختار بيس بوينت هي الميد بوينت ديت، وهبدأ ان انا ايه انقله. طب انقله ازاي؟ لو جينا بصينا كده في المسألة بتاعتنا هنلاقي ان السنتر ده لو حبيت انقله لفوق هلاقي ان هو ماشى في اتجاه الواي 3 وفي اتجاه الاكس 3. يبقى انا لو حبيت انقل السنتر ده لمكان السنتر الجديد، مجرد ان انا ادخل شيفت 2 اللي هي ات، وبعدين 3، بعدين كوما 3، وبعدين اقول له انتر، فهو دلوقتي رسم السنتر بتاعي التاني اهو فوق. طيب بالنسبة للسنتر اللي تحت، تمام، ده ماشى 3 لتحت اللي هي بالسالب، وبعدين ماشى 6 في اتجاه الايه الاكس. يبقى انا دلوقتي هجيب شيفت 2 وبعدين ادخل 6 وبعدين كوما وبعدين ها الله ينور سالب 3. ما احنا قلنا ان طريقة تحديد النقطة التانية في الامر كوبي او الامر موف ينفع استخدم فيها نفس الحاجات اللي كنت بستخدمها في النكست بوينت في الامر ايه لاين، اللي هي ات اكس وواي وات طول وزاويه، تمام، او لو مفعل قرص والكلام ده كله. فدلوقتي هقول له انتر، هلاقيه حط لي على طول السنتر بتاعي جاهز في مكانه تحت، تمام كده. تمام دلوقتي انا طلعت وبقى عندي السنتر جاهزه. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب الامر سيركل، وبعدين نقف هنا في السنتر ونرسم الدايرة بتاعتنا اللي هي مديني قطرها كام في السنتر ده؟ قطرها 2. فدلوقتي هقول له دي انتر، بعد ما حددت السنتر هقول له دي انتر عشان يفهم ان اللي جاي ده ايه الديامتر، فهقول له 2 انتر. بعدين اجيب الامر سيركل تاني، وبعدين احدد السنتر، والدايرة اللي بعدها ده مديني الراديوس 1.25، هرسمها بالمنظر ده، تمام. هجيب الامر سيركل تاني ونيجي هنا في السنتر ونعمل الدايره بتاعتنا مديني الدايمتر، فهقول له دي انتر، وبعدين ادخل 0.75، تمام. امر سيركل تاني واعمل الدايره الاكبر اللي هي الراديوس بتاعها 0.75 واقول له انتر.
اخر سنتر معانا نجيب الامر سيركل، وبعدين مديني الديامتر فهقول له دي انتر وادخل 1.25، بعدين الامر سيركل تاني واقف في السنتر وارسم بريديوس 1 واقول له انتر. تمام، فاضل بقى دلوقتي شويه العمليات اللي هي ما بين الايه ما بين الدوائر دي. تمام، طيب عندنا اول عمليه ده مثلا الايه ده اوبن بيلت. تمام، اوبن بيلت دلوقتي عندنا بنعمل له ايه امر لاين، بعدين اجيب علامه التنجنسي من السناب تول بار، بعدين اروح جاي محدد هنا اول نقطه تنجنسي، واروح اجيب علامه التنجنسي تاني من السناب تول بار عشان اعمل تنجنسي مع السيركل الثانيه. كده انا رسمت الايه الاوبن بيلت. تمام، طيب بالنسبه طبعا للارك ده والارك ده، فده باستخدام ايه بقى؟ تمام، تي تي ار. طيب اهم حاجه في الامر تي تي ار تحديد الربع مظبوط، فانا دلوقتي هجيب الامر سيركل بعدين اختار تي تي ار انتر، بعدين احدد الربع بتاعي مظبوط اللي هو هيحصل فيه التنجنسي هنا، والربع التاني هحدده هنا. تمام، ادخل الراديوس 6 واقول له انتر، اترسم اهو. تمام. طيب نيجي نعمل التاني ده بالمره اللي هو باربعة، فدلوقتي هجيب الامر سيركل واقول له تي تي ار انتر، حدد طبعا الربع اللي هو المره دي من الداخل والربع التاني اللي هو منين من الداخل. خلاص تمام، ودلوقتي طبعا هدخل الراديوس بتاعي اللي هو 4 واقول له انتر. دلوقتي فاضل ان انا اعمل ايه ترم، فترم هقول تي ار انتر، وبعدين اختار الحاجات اللي انا عايزها تبقى قواطع لبعضها، مثلا اختار السيركل دي والسيركل دي، وبعدين اقول له انتر. هيبدا يقول لي عايز تقص ايه. طبعا ما تنساش ان ترم عشان يشتغل ويقص لازم يكون فيه 2 بوينتس اوف انترسكشن، يعني نقطتين تقاطع عشان يعتبرهم مقصات. ما انت لو عندك تقاطع واحد هو هيقص ايه، يبقى لازم دلوقتي لازم يكون فيه ايه نقطتين تقاطع، ده شرط ترم. فادي نقطه وادي نقطه اللي هي نقطه التماس، يعني هو بيعتبرها ان هي ايه انترسكشن، ويروح شايل الجزء الزياده اللي هو الكبير ده مجرد ما تعمل كليك عليه. تمام كده، طيب نعمل اسكيب وبعدين نجيب ترم تاني ونختار بقى المره دي الدايره دي والدايره اللي فوق والدايره الكبيره دي، وبعدين نقول له انتر ونشيل طبعا الجزء الزياده اللي هو الايه الكبير. تمام كده احنا خلصنا مسالتنا. لا لسه ما خلصناش، ننضف بقى شويه الحاجات اللي ايه اللي من جوه دي. فهنعمل تي ار انتر واختار الارك ده والاوبن بيلت والدايره دي والارك ده والدايره دي والدايره دي كمان، وبعدين اقول له انتر، ونيجي بقى ايه ننظف بالمنظر ده. خلاص كده احنا خلصنا مسالتنا، مش مطلوب منك اكتر من كده ولا مطلوب منك تعمل اي حاجه تانية زياده عن كده. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، استفدتوا من الفيديوهات اللي فاتت، وان شاء الله هرفع لكم شويه مسائل تتدربوا عليها، على طبعا الامر سيركل وعلى شويه الحاجات اللي احنا خدناها. كده احنا نكون خلصنا شويه الاوامر اللي كانت عليك في تاني سيكشن، وخلصنا مثال على الكويز اللي انت هتاخده في السيكشن الثالث باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، دربوا كويس، سلام عليكم.